أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، الدين النصيحة ثلاثا، قالها ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات يكررها. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كم؟ مو تقول ستة، خمسة، ها؟ صحيح؟ خمسة المرة؟ ممتاز. طيب، فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، من نصح الشيء. نصح الشيء هو نصح من نصح العسل، وهو إزالة الشوائب التي تعلق به. الآن العسل إذا أخذ من المنحلة يزال ما فيه من الشوائب، هذا العمل يقال له إيش؟ النصح، نصح العسل. نصح العسل أزال ما به من الشوائب. والنصيحة هي كما قيل، كما قال أهل العلم، يعني إرادة الخير للغير. النصيحة هي إرادة الخير للغير، هذه هي النصيحة باختصار، أن الإنسان يطلب الخير لغيره، ينصح لهم، يقال نصحه ويقال نصح له. يجوز أن تقول نصحته ويجوز أن تقول نصحت له. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، هذا دليل على الاهتمام بموضوع النصيحة. كما قال: الحج عرفة، يريد أنه بفوات عرفة يفوت الحج، بفوات عرفة يفوت الحج. فهنا قوله الدين النصيحة، أي إذا لم يتناصح الناس إذا لم يلتزموا بدين الله تبارك وتعالى. ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحب لأخيه ما يحب له، أبوابه كثيرة جدا. وإذا قال الدين، أي كله يكمن في هذا، في النصيحة. وهنا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: لمن؟ يقول أبو رقية تميم، يقول: قلنا لمن؟ لمن النصيحة؟ من ننصح؟ قال: نصيحة لله، النصيحة لكتابه، النصيحة لرسوله، النصيحة لأئمة المسلمين وهم القادة، السلاطين، الملوك، الحكام، الرؤساء، ولعامتهم، عامة المسلمين. تقدم النصيحة للجميع، تقدم النصيحة للجميع. أما النصيحة لله فقد ذكر أهل العلم أن النصح لله تبارك وتعالى هو توحيده سبحانه وتعالى، أن يوحد الله جل وعلا ولا يشرك به شيء، أن لا يشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا من النصح لله جل وعلا، لا أنه يقدم النصيحة لله، ولكن أن ينصح الناس بعبادة الله تبارك وتعالى، في طاعته جل وعلا، التزام أوامره، اجتناب ما عنه نهى، اتباع شرعه، هذا كله من النصح لله تبارك وتعالى. عبادة الله جل وعلا كله من النصح لله جل وعلا. النصح لكتابه، طبعا الآن نتكلم نحن عن القرآن الكريم، بالنسبة للسابقين الكتب السابقة، لكن القرآن الكريم تميز عن الكتب السابقة بأمور، أنه ينشر للناس كلهم، ويتعبد بتلاوته في نشره للناس. الكتب السابقة ما كانت تحفظ، لكن الآن نادر أن تجد إنسان يحفظ التوراة أو الإنجيل، هذه بين النوادر، بينما حفظ القرآن الكريم الله الحمد والمنة بالملايين، الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى من الجلدة إلى الجلدة، من الفاتحة إلى الناس عندما تذهب إلى بلاد الإسلام. فالقصد أن النصح لكتاب الله تبارك وتعالى يتضمن حفظه، تلاوته، القيام بأوامره بنواهيه، نشره،
بين الناس، طباعته، تعليمه، العمل بأحكامه بما فيه من الأوامر والنواهي، كل هذا من النصح لكتاب الله جل وعلا. النصح لرسوله توقيره، احترامه صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، ترك ما عنه نهى صلى الله عليه وسلم، تعظيم سنته، نشرها بين الناس، هذا كله من النصح للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النصح لأئمة المسلمين، قال أهل العلم أئمة المسلمين اثنان، إما العلماء وإما الأمراء، هؤلاء هم أئمة المسلمين. أما الأمراء فالسمع والطاعة لهم والدعاء لهم والقتال معهم، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والدعاء لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم، حتى قال الفضيل بن عياض وأيده على ذلك الإمام أحمد، نقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمر المسلمين، فإن في صلاحه صلاح الأمة. الدعاء لهم، طاعتهم في غير معصية الله تبارك وتعالى، السمع والطاعة، الجهاد معهم، الصلاة خلفهم، عدم الخروج عليهم، وما شابه ذلك من الأمور، كلها من النصح لأئمة المسلمين من الأمراء. أئمة المسلمين من العلماء كذلك، طاعتهم في غير ما يعني نال الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعتهم، محبتهم، نشر علمهم، وما شابه ذلك من الأمور. عامة المسلمين كذلك النصح لهم بتعليمهم، الدعاء لهم، الإحسان إليهم، محبة الخير لهم، وما شابه ذلك من الأمور، والله أعلم. نعم.